بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في جمعية المحامين الكويتية. طبعا اليوم إن شاء الله راح تكون أول فعالية تقيمها حملة حياتك. تعريف سريع لحملة حياتك، هي حملة أطلقتها جمعية المحامين الكويتية متمثلة بمجلس الإدارة. طبعا الهدف من هذه الحملة هو إظهار الأمراض اللي ممكن تنتشر في الوقت الحالي واللي إحنا ممكن ما ندري عنها. فجمعية المحامين وجدت أن اليوم لابد من إقامة هذه الحملة، خصوصاً وأن اليوم إحنا كمحامين يمكن ما عندنا تطلعات أو فكرة عن الأمور الصحية أو الأمراض، فقلنا اليوم إحنا لازم نظهرها ونبينها. بدينا الأسبوع الماضي في الفحص الطبي الشامل للمحامين، ولقينا أن ما شاء الله في حضور كبير من المحامين لعمل الفحص. طبعاً هذا يعني اهتمام كبير من جمعية المحامين لمنتسبيها. اليوم ان شاء الله راح تكون ندوتنا عن الامراض السرطانيه، الله يكافينا الشر ويكافيكم. واليوم راح نبدا مع الدكتور علي الموسوي. الدكتور علي الموسوي هو استشاري جراحه السمنه والمناظير والاورام، وايضا مهتم باورام الرقبه. ايضا راح يكون عندنا فريق الخطوه الاولى متمثله بالاستاذ بدر الفضلي والاستاذه حنان الخالدي، هي ايضا بطله سرطان ومتعافيه. وان شاء الله الان راح نبدا مع الدكتور علي المسوي. حياك الله. لا وبعد لازم الدكتور بس كتب الديكورات. اقول مساكم الله بالخير ويعطيكم العافيه. و اول شيء لازم اقدم لكم شكر يعني نابع من القلب. الشكر جدا ودي وبطريقه شوي مغايره. احنا عاده الناس تعودت لما تروح في استضافات في ندوات احب اشكر فلان اللي دعاني، لا انا بقول انتم فعلا مشكورين، ناس قانونيين ما لكم علاقه فينا ولا لكم بالسرطان ولا لكم بالامراض ولا لكم، عندكم هذه القلوب الرحيمه اللي تنظر للمجتمع بطريقه جدا مغايره. لاول مره اسمعها ولاول مره صراحه، فانا يعني فعلا منبهر فيكم، الله يوفقكم، ان انتم ناس قانونيين لكم في موضوع جدا بعيد تتكلمون في حمله عن حياه الناس وعن صحتهم وعن امراضهم، بس انتم بادينها قويه مره واحده بالسرطان. فان شاء الله نكون يعني خفيفين الضل عليكم، ما نضايقكم وما نخرعكم. هذا بالنسبه للدعوه. شكر لكم كلكم، يعني اكيد الاستاذه بشرى والاستاذه جمانه يعني ما دعوني الا يعني تحفيز منكم بتشجيع منكم، فالله يعطيكم العافيه جميعا. الشيء الثالث جمعيتكم وايد كشفه يعني تبارك الرحمن، اهتمام جدا رائع منكم، واتمنى كل الجمعيات في الدوله ولا اعني جمعيه خاصه معينه ان تحذو حذكم صراحه. انتم مسوين شيء فعلا جبار، وهذا يدل على شيء يدل ان انتم فعلا مهتمين في العطاء لهذا البلد. الله يوفقك. زين الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه بما ان احنا شكل الديوانيه موضوع السرطان. كلمه السرطان اول ما تنسمع يعني الواحد يخاف، شنو يعني ليش انا لازم اعيش هاجس ومخاوف ان انا ممكن اصيب بهذا المرض العضال، هذا المرض اللي كل ما تكلمنا في بيت من بيوتنا دواويننا ربعنا دائما يقول لك ما له علاج ما له حل، وانت بتظل طول عمرك تاخذ ادويه، وانت بتظل انت راح تتغير، انت راح تاخذ علاجات شكلك يتغير انت. واليوم ما راح تلاقي في بيت بالكويت الا في يعني على الاقل في واحد مصاب بهذا المرض، ومجرد ما تسمع ان في فلان اصيب بهذا المرض يصيب هذا البيت نوع من الشلل والهلع والخوف، ويتحاولون يتداركون الموضوع منو احسن واحد هني ومن احسن واحد هني وايدينا نروح. فأنا بشوي نطمنكم ونهديكم، ترى السرطان ليس من الأمراض الشائعة. طيب ليش نسمع أن لا هذا المرض زايد وهذا المرض وايد؟ إحنا مجتمع صغير، مجتمع يعني كلنا عيال ديرة واحدة ونعرف بعضنا يعني، فبمجرد ما تطلع سالفة فلان طلع له كذي الديرة كلها درت.
وهو نفسه كمرض مرض متعب شوية. هل ما له علاج؟ هل فعلا ما له علاج؟ لا هو لا علاج، بس هو علاجه مرهق متعب، والمريض يمر في فترة من التعب شوية ويتأذى شوية، الأسرة تتأذى معه، اللي حوالينا يتأذون، الكل تعبان، لكن لا علاج، مو ما لا علاج. فالمعلومة الأولية اللي بقولها ترى هو مو من الأمراض الشائعة التي تسبب الوفيات، يعني سبب الوفيات مو من الـ أو الدرجة العالية أو النسبة الأعلى مو من السرطان. الشيء الثاني إنه زين ما لقوا له علاج، أنا بيتكلم بحديث الشعب حديث الناس، معقولة للحين ما لقوا له علاج؟ لا العلاج موجود، لكن هو يعتمد في العلاج على عدة أمور، أحيانا يعتمد على المرحلة اللي جاي فيها المرض، وأحيانا يعتمد إذا هو العلاج هذا مثلا جراحي ولا العلاج هذا جيني ولا كيميائي ولا إشعاعي ولا أكو وايد أمور إذا بنتكلم فيها في علاجات السرطان ما راح نخلص، فلن يعني لن أترك الموضوع يجري بهذا المجرى. أنا راح أسأل أسئلة أنا بنفسي راح أسألها وأقول يعني هذا اللي أنا أفكر فيه مع الناس، يعني شنو هو؟ هو هذا السرطان شنو؟ نشله هو ولا شنو؟ ليش ما حد قادر عليه؟ وهو ما في شيء مو قادر عليه، لكن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في منظومة يومياً أنت تنتج عندك خلايا غير مألوفة، لن نقول سرطانية، لكن الجسم طبيعته كذي لأن في جينات وفي خلايا وانقسامات رهيبة، ومو بالملايين، بالبليارات المليارات من الخلايا قاعدة تنقسم يومياً. ممكن واحدة من هالخلايا هذه الريبليكيشن مالها يعني الإنتاج مالها ما ركب عدل، يسمونه مس ماتش، يعني بدل ما يركب كذي طقوا بعض، هذه الحركة الصغيرة أو هذا الخطأ اللي صار في موجود في جسم الإنسان منظومة اسمها الأبوبتوسيس، اللي هي تدور شرط الجسم بوليس مان أوف ذا بودي، يدور وين في خلية مو مضبوطة ما صار لها الريبليكيشن عدل، تهاجمها تذبحها. باختصار في السرطان هذا الشيء يفقد، يعني الخلية انقسمت بطريقة مو الطريقة المألوفة ومو الطريقة المطلوبة، لا بل بالعكس ان الجهاز اللي موجود في الجسم ما قدر يتعرف عليه لسبب ما موجود في الخلية السرطانية هذه او في الخلية المنقسمة بشكل غير مألوف، فما فكبرت، ولما تكبر جيني هو جيني يورث حق اللي بعده، يفتح اللي بعده، هذا كبر الخلية اللي بعدها كبرت وكبرت لغاية ما صار نسيج. الآن هذا النسيج لعدة منحنيات ممكن يكبر بطريقة من غير ما يهاجم، من غير ما أحسن كلمة جراحية نستخدمها باللغة العربية من غير غزو، هو لا يغزو من بجانبه ولا يغزو الجسم، فقط يكبر، أو أنه لا والله ممكن يحقق غزو، والغزو في الخلايا السرطانية بعدة طرق، مرات يهاجم الخلية اليمة أو الجسم اليمة مثلا على سبيل المثال، يطلع من المعدة ويهاجم الطحال، من الطحال يم المعدة أو الكبد، وأحيانا لا خلايا الصغيرة هذه تمشي بالدم وتروح أماكن ثانية في الجسم وتقعد مثلا بالمخ، تقعد العظام، تقعد بالكبد، أو أحيانا ينتقل عن أول جهاز مناعي يحمينا إحنا الناس من الأمراض اللي هو منه الجهاز الليمفاوي، فممكن يدخل في القنوات الليمفاوية ويعشعش ويقعد يغزو له قناة أو عقدة الليمفاوية لغاية ما تكبر وتصير هي عيالها، إحنا نقول هذه فرخت، فرخت يعني شنو؟ يعني هو الورم موجود في مكان وبدأ يبعث الحين، بدأ يطرش حق العقد الليمفاوية أماكن أخرى في الجسم، ناس يشبهونها هم عيالها. هذا علشان يصير ترى ما يصير بين يوم وليلة، يعني إذا شخص طلع فيه سرطان مباشر ينتشر الوضع، مو كذي الجسم مو لهالدرجة منظومة رشيشة إن ممكن إذا طلع سرطان في يوم من الأيام إنه باكر هو منتشر خنلحق عليه وأحيانا بعض هذه القرارات خنلحق ونلحق ويطيح المريض في مكان ما هو المكان الجيد لعلاجه، وقد تنتهي الأمور بعمليات أو بنوع من العلاجات ما مو هي اللي فعلا كفء لهذا المريض. طيب شلون نوقف هذا؟ يعني شلون نوقف مرض، شلون نوقف هذه الخلية من إنها ما تخورها وتخربط وتغزو وتصير هي بكل اختصار خلية صارت مينونة خلاص طلعت عن طورها، فالآن لازم نحجمها. شلون نحجمها؟
اما الجسم هو بنفسه يحجمها وانت لن تشعر بذلك، او الجسم خلاص يتصرف بنظام معين يسكتها وتنتهي، وترى يوميا يصير فينا بالملايين بس ما نحس لان منظومه الجسم قويه تمنع هذا الشيء من انه يصير. طيب في عوامل تساعد ان والله هذه المنظومه ما تكتمل وان هذه الخليه فعلا تطلع عن طورها وتسوي وايد امور، اي حياتنا اليوميه. فلينظر الانسان الى طعامه، ايش قاعد تاكل؟ اكلك فيه اشياء مسرطنه؟ اكلك فيه اشياء ما تساعد عليك يعني ان جهازك المناعي والجهاز اللي يكسر الخلايا هذه انه يساعد هذا الجهاز في تدمير هالخلايا؟ الاشياء الموجوده في المجتمع، سلوكياتنا، التدخين، السمنه المفرطه احيانا، وفي دراسات اثبتت بان 40% من النساء السمينات، لما نقول سمينات ما نقول واحده ب 10 كيلو، نقول سمينه عندها سمنه مرضيه مفرطه، 40% منهم صار معاهم سرطان كبد. وايد في اشياء في مجتمعاتنا، الناس اللي تتعامل بالاصباغ، الناس اللي تتعامل في الورش اللي فيها روائح، في مثلا في سرطان الرئه، صاير مثل كثر الدق فك للحم، يوميا يشم هالغاز، يوميا يتعامل بهال، بس لمتى فيها حيل هذا النسيج هذا، لمتى بيصبر؟ ففي شيء مسرطن من برا قتل، اما ان يقتل الجهاز اللي يحارب فتكاثر، او انه لا يورث فيه نوع من التغير، يتغير هذا النوع، في نوع ما له علاقه بهذا كله، ويظهر دائما في الناس الصغار، الاطفال ياهل عمره 7 سنين 8 سنين 10 سنين عنده سرطان، هذا ما شاف شيء من الدنيا، وين يال هني نلجأ للأمور أو نبدأ البحث في العقدة أو في الجين الوراثي ماله. هل ممكن للسرطان أن يورث؟ نعم يورث. حتى شفته أحد بعث لي فيديو لشخص يتكلم بأن السرطان لا يورث، والسرطان لا مو صحيح هذا الكلام، وعاري عن الصحة، أكو جينات وراثية تنتقل من الناس، وأحيانا تلاقي عندك الجين الوراثي السرطان يتدور في أمك في أبوك ما تلاقي، يدك يدتك ما تلاقي، يد يدك ما في، موجود في عهدك السحيق. متى؟ والله ممكن يصير على الجد العاشر، أي ممكن ينتقل من جيل إلى جيل دون أن يظهر أي مرض في الأجيال اللي مر عليها، تلاقي بالتاسع بالسابع حاشا. فهل في منه جزء وراثي؟ فيه، وفي وايد ما أحب أذكر أسماء من شخصيات عالمية معروفة تواجد عندها الجين، فلما عرفت ان الجين عندها موجود او عرف ان الجين عنده موجود اتخذ الاجراء الاحترازي وراح حق المكان اللي يدري 100% في يوم من الايام انا املك الجين السرطاني عندي اياه موجود، بس انا اليوم مو مصابة فيه، ايه انا اعطيك اياه من الاخر بعد 10 سنين راح يحوشك. فمن الاجراءات الاحترازية احيانا الواحد يروح ويشيل هذا النسيج لانه يدري في يوم من الايام سيصاب. هذا نوع من أنواع السرطان. وفي نوع من الأنواع اللي هي يعني مرهونة مو بالجينات، مرهونة بالوراثة، يعني مثلا أمها كان عندها، السؤال اللي احنا نطرحه، الأم حاشها على عمر كم؟ 30 وايد صغير، فنيحك بناتها وعلى عمر أصغر من عمر الأم، ونبدي الشيء اللي بتكلم فيه. أنا أحب كذي الحديث ينجر، شون نعرف؟ شون أعرف أن أنا فيني؟ شون أقدر أكتشفه؟ هنا ظهرت فكرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية. يعني مثلا أكثر السرطانات في النساء سرطان الثدي، فاتخذت المنظمات العالمية ومنظمات الدولية، وبالكويت الحمد لله من عمر 40 أي امرأة تبي تروح تشيك على روحها في أي مكان بالدولة، مستوصف مستشفى، ما تحتاج حتى تحويل، أبي أكشف كشف مبكر عن سرطان الثدي، لأنه هو أعلى أنواع السرطان حدوثا عند النساء، تروح ويسوون له أيام، وفي إجراءات تمشي فيها. عند الرجال مثلا سرطان القولون، سرطان البروستاتا، هل أكو عندنا شيء كذي؟ إيه أنا أقول لك روح، وإذا حد قال لك لا تعال حاسبنا، حاسب وزارة الصحة، لأن في برنامج موجود. أنت الحين وصلت عمر 45، عندك تاريخ مرضي من الأب من الأم سرطان قولون، وروح راح تلاقي البرنامج يمشي فيك طبيعي، راح تسوي اللي هو منظار القولون. بالمعتاد إذا ما في تاريخ مرضي على عمر 50 أنت ستخضع لمنظار القولون. في بعض الدول أعتقد السويد، المرأة لما توصل عمر 40 يقابلها هي ومجموعة يعني النساء اللي وصلوا عمر 40،
يقابلونهم ويسوون لهم حفلة يسمونها حفلة النضج، إن أنت اليوم صرت 40 أصبحت امرأة ناضجة، نقدم لك هذه الهدية ونقدم لك هذه الشهادة، لكن يؤسفنا بأن معاملاتك في الدولة لن تسري إلا لما تسوين فحص الماموغرام اللي هو فحص الكشف المبكر عن سرطان الثدي. لذلك تلاقي في هالدول ما تشوف أم يعني سرطان ثدي متقدم، تلاقي توها نجنوز صغيرون توا صايدين عملية وخلاص، حتى كيماوي ما أخذت. ليش؟ لأن في برنامج مفعل شبه بالقوة، يعني ما سويتي معاملاتك ما تمشي. فهذه الأنظمة موجودة في كل الدول، وأقول يعني الحمد لله بالكويت موجودة ترى وشغالة، ومو من اليوم وحديث الساعة صار لسنين. يمكن حتى ما أظلم الناس، يمكن ما كان مفعل بشدة، أو يمكن حتى الناس ما كان عندهم وعي. وبارك الله فيكم، يعني هذه واحدة من الحملات اللي أنتم سوينها، وأنتم أعيد نفس الكلام ما هو تخصصكم، ولكن أشعر أن رحمتكم الداخلية خلتكم تنظر نوعا ما إلى المجتمع ومعاناة المجتمع. هذا السرطان بشكل مختصر الآن شو نسوي له؟ فلان طلع فيه سرطان، شو الحل؟ الحل يلجأ للمختص، الحلول وايد. وفي دائما كلمة تنقال لمريض السرطان، بيسوون لي عملية وبيعطوني إشعاع وبيعطوني كيماوي وبيعطوني علاج جيني وبيعطوني علاج تارجت ثيرابي، ولو بعدين بيردون مرة ثانية عقب 6 أشهر ما أدري إيش بيسوون، وقالوا لي عقب سنة إذا ما في شيء بنرد نعدلك بنسوي الاسترمين. شو لك هذا؟ سأعطوني علاج واحد. إنزين أدخلوني أطمنكم من باب ثاني، عندما تزيد العلاجات هدفنا أن هذا المريض أو هذه المريضة فرصة شفاء جدا عالية. ومن المحبط إذا قلت للمريضة أنا يؤسفني ترى ما عندي لك إلا الحل الكيماوي، ترى مو خوش جواب، لأنه واضح أن الورم انتشر وايد واستفحل بالجسم، فصار ما عندي منفس آخر ومنفذ آخر وحل آخر غير أني أطخخ هذا اللي قاعد يحترق بالجسم. بعض الأورام السرطانية سرعة انتشارها وايد عالي، وبعض الأورام السرطانية باردة خفلة ما تتحرك وايد ما تنتقل بسرعة، لكن ما لازم يكون هذا مقياسنا أن في أشياء مرهونة بالأعمار، يعني مثلا اللي وصل من خواتنا اللي وصلت 40 روح يسوي الأشعة الضاقة للثدي، لا تترددين لا تخافين، الخوف ما راح يحل مشكلة. ليش؟ بكل بساطة ما راح تقدر، صار نصيبك ان انت على عمر 50 يحوشك سرطان ثدي. مستحيل تقولين لي انا ما راح اخذ كيماوي، ما اقدر، انها واحدة من الحلول لازم. إنما لو رحتي على عمر 40 وسويتي وطلع شيء وايد صغير، قد ممكن تاخذين إشعاع مع العملية وانتهت القصة، خلاص الرواية انتهت، ما في ذاك التعب. نفس الكلام للرجال، طلع عندك سرطان أو يعني رحت على الكشف المبكر على 50 ولقوا عندك لحمية صغيرة، إيش راح يسوون؟ بالمنظار يشيلها. طلع فيها تغير إنه ممكن لو نطرنا عليها مثلاً فترة تتحول لسرطان، هذه شيلتها بالمنظار خلصت، انتهت القصة كلها. ما تبي تشيلها سلامة عمرك، حطها بعد سنتين واصل ليه مخك، كان حله وايد بسيط. فإحنا أول شيء أو أول رسالة لازم توصل أولا، هذا الرعب من مرض السرطان ما لازم يكون بهالطريقة. يعني إحنا بالدول الأوروبية بأمريكا لما تقول ترى يو هاف كانسر عندك سرطان عادي عندنا، لأن مرض بالنسبة لهم شائع وأن عندهم إيمان بأن في علاج. الجانب الأخير واللي لازم أتكلم عنه المريض وقدرته النفسية، بطيح نفسيا بطيح، ترى راح تموت من نفسيتك ما تموت من المرض، من الآخر السرطان ما يموت. اللي يعتقد بأن السرطان، أنا أقولها وأنا رجل طبيب وهذا تخصصي وشغال في كل يوم صار لي 25 سنة، I've never seen cancer killing someone، أنا عمري شفت واحد السرطان ذبحه. ترى أول قاتل للسرطان هو أنت، أنت شلون تتعامل معه، أنت شلون تبي تحل الموضوع ولا ما تبي تحله. لا ما أبي شعري يطيح، من زين شعرك بيطلع لي أحلى منه، لأن الكيماوي لما ينعطى لعلاج هذا الورم أو هذه المشكلة راح يطلع لك شيء يسمونه بيبي هير، بحدي يطلع لونه أحلى ملمسه أحلى. بل أكو بعض الناس في الدول ما بيذكرها
شعرها فلافل، تروح تاخذ لها جلسه جلستين كيماوي عشان هذا يطيح يطلع الشعر الناعم اللي عندها. اوكي هو كيماوي مو زين، هو مو زين. ليش مو زين؟ لانه يذبح الزين والمو زين، يحرق الخضر واليابس، الخلايا السرطانيه يذبحها ويذبح الخلايا العاديه، يذبح الخلايا العاديه. بس حطني حل ايش تبيني اسوي؟ انا بذبحه لان هذا الريبليكيشن ماله سريع، الخلايا السرطانيه اللي يميزها سريعه سريعه سريعه، بسرعه تتكاثر، ما تنطر، ما تعطيك فتشه، اسرع من نظام الجسم ومعدل يعني تكاثر الخلايا الطبيعيه بالجسم. فانا ملزم مجبر اني انا لازم اعطيك اياه. اليوم والحمد لله يعني طلع عندنا علاجات اللي هي التارجت ثيرابي، علاجات اللي هي تروح بس حق الخلايا السرطانيه. موجود؟ موجود. هل تأمل بأن في يوم من الأيام راح يجينا نفتك من مرض السرطان؟ أنا على يقين راح يجي يوم من الأيام، وقريب ما هو بعيد راح نلاقي فيه علاجات معينة تنعطى للمريض، وقد نصل إن شاء الله إلى يوم حتى عملية ما يحتاج المريض. بس يعني أنت الحين لو ترجع إلى خلينا نقول 30 سنة وراء، ما كان في ترى هذا التطور الموجود اليوم في علاج السرطان. أخذ أي واحدة سوت عملية سرطان حق الله بعيد، أمي شالت الغدة الدرقية لسرطان كان فيها ذاك الوقت من قبل 33 سنة. حتى طريقة الجراحة مالتها وايد بدائية. اليوم جرح لك بيناته نلعب فيه لعب بالمنظار، نسوي اللي نسويه. ذاك الوقت ما كانت فيه حبة اليود المشع اللي يعطونها، أمي حرقوا ورقبتها حرق بالإشعاع اللي هو الفيل ثيرابي، اللي اليوم هي قاعدة تتجرع نتائج المضاعفات مالتها. اليوم ماكو شيء كذي. فأكيد في حديث كثير عن الخلايا الجذعية، الخلية اللي سوت السرطان. أخلي اليوم في تارجت ثيرابي بني أخلي مناعتك أنت هو الكيماوي الطبيعي اللي يطق الخلية السرطانية، يروح يدورها وين هذه هي يطقها. الشيء اللي وايد مهم واللي لازم أركز عليه النفسية. إذا بتعيشون أو المريض بيعيش أجواء أنا حاشني هذا وأنا بموت، أقول لك روح موت، لأن ما راح تموت، راح تتعذب بنفسيتك، راح تتألم بالنفسية اللي راح تمر فيها. حل موجود، علاج موجود، أنت محتاج دعم أسري، دعم نفسي، دعم طبي. والدعم الطبي ما يكون من طبيب واحد، يعني مو بس هذا دكتوري، لا، أنت محتاج الجراح، محتاج دكتور علاج الأورام اللي هو اللي يعطي الكيماوي، محتاج دكتور الإشعاع، محتاج دكتور الجينات، ومحتاج دكتور العلاجات الحديثة، ومحتاج حتى دكتور الترميم. سوينا عملية، طيب هذا سوينا له عملية أو سوينا له العملية تشوه جسمها، خلاص باي باي، لا ما انتهت القصة، لنا موعد معاك، تعالي نرد ونعدل ونسوي. بل إن في وايد من النساء اللي سوينا لهم ترميم حق ثدي كنا شايلينه كان فيه سرطان، جاتني بعد سنتين ثلاث تقول لي صدري اللي سويتي فيه العمليه، سلام عليكم، سلام ورحمه الله على والله، الصدر اللي انا شلته واللي سويتوا لي عمليه ورممتوا لي اياه طلع وايد احلى من الثاني الطبيعي اللي عندي، سووا لي الثاني بعد. نمر بوايد من هالقصص. الرساله اللي بوصلها، طبعا انا مجال متروك لكم الحديث، الاسئله ما بيطول عليكم. السرطان مرض ما يخوف، السرطان مرض مو شائع للحد اللي انتم تعتقدونه. سرطان في شيء اسمه الكشف المبكر عنه، السرطان لا علاج ولا حل. واعتذر عن الاطاله والله يحفظك. يخافون يقولون عمرهم ترى دكتور، ما مستحيل تعتذر عمرهم بعيد. الله يحفظكم ويكفيكم ويكفي كل اللي قاعد يسمعون. الله يسلمك، كلام جدا طيب وسؤال جدا، ما راح اقول سؤال مهم، راح اقول سؤال راقي، واعنيها راقي ما اقول طيب. بارك الله. سؤال جدا راقي ينم على خوفك على مجتمع، حبك لبلدك، فالله يعطيك العافيه. بارك الله. انت مو هامك شخص شخصين، انت هامك البلد، المخلفات اللي صارت، الغزو، النفط اللي احترق، هل كان له تاثير ولا دور فيما نعانيه اليوم من امراض سرطانيه؟ حتما نعم. نعم. طيب عندكم دراسات؟ انا ما شفت اذا في دراسات في الكويت ولا لا، انا ما ادري، يمكن الى الان ما خلصت النتائج، يجوز. لكن بتقول لي ما اثرت؟ لا اثرت 100%. لكن اكو نقطه صغيره لازم اعرفها. شفت هذا اللي زاد عندنا بالكويت بنفس نوعيات الامراض السرطانيه زاد عالميا. هل العالم كله تاثر بالنفط اللي احترق بالكويت؟ لا.
طيب هو يبدو أن في global increase، يعني في شيء عالمي قاعد يزيد، يعني نفس النسبة المئوية لسرطان الثدي اللي قاعد يصير بالكويت هي نفس النسبة اللي قاعد تصير بأمريكا. طيب عدد الإخواننا وأعزائنا المقيمين الوافدين هم زاد، عدد الكويتيين هم زاد. طيب هل زاد بين الكويتيين أكثر من الوافدين أو من إخواننا؟ لا، نفس الشيء، نفس الزيادة اللي قاعدة تصير هنا هي نفس الزيادة اللي قاعدة تصير هنا، هي نفس الزيادة اللي قاعدة تصير بأمريكا وفي أوروبا. There is something international، في شيء عالمي، والأبحاث جارية. قد يعني أكون قاصر عن الإجابة على هذا السؤال، لكن أنا متأكد إن أنا أيدك إن أكيد في، ما لأن ما في مستحيل كل الغبار الضباب المرضي اللي صار عندنا في الكويت أيام الغزو مو معقولة، وإحنا الناس كلنا تأثرنا فيه يعني. فهل أثر في زيادة مرض السرطان؟ قلب الجراحي يقول نعم، لكن على مستند طبي موجود ودراسات موجودة أنا متأكد، يمكن في دراسات لكن للحين ما طلعت أو إنها طلعت مخشوشة ما أدري، أنا ما أجزم، بس أنا متأكد هذه في عين يعني الناس اللي في قسم البحث اللي موجود في وزارة الصحة. كان السؤال الثاني اللي هو إلى الآن هو مرض مرعب، خلني أعطيك هالقصة الصغيرة وبشوف أنت إيش راح تجاوب. 2001 اتصلوا علي شباب الخفارة بالليل، كنت أنا مسؤول الزام، وقالوا لي عندنا مريض إحدى الجنسيات جاي عمره 55 سنة، يمكن 55 سنة، بطنه مسكرة. إحنا في لغتنا الجراحية لما نقول بطنه مسكرة يعني أجلك الله ما يقدر يخرج، يعني صار له 3-4 أيام ما راح للحمام ويرجع. صورة إنه يرجع عنده عوار بطن وبطنه منفوخ وما يخرج، يعني في انسداد في الأمعاء في مكان ما. سووا له شباب الأشعاعات المقطعية واللازمة، تبين إنه في عنده ورم مسكر في القولون وهناك أورام في الكبد. الصورة الجراحية اللي نفهمها حالة طارئة، واضح إنه عنده سرطان قولون ومنتشر إلى الكبد. كيف تنظر أنت كجراح إلى هذا المريض؟ مريض تعبان خلاص، يعني أوكي أنا ممكن أفك له أفتح بطنه وأشيل له الورم وأسوي له منفذ للخروج مؤقت، لكن هذا المريض محتاج كيماوي. طيب إحنا يعني إحنا ما نعلم الغيب، بس إحنا لنا تكهننا العلمي. تكهنك العلمي حق مريض مثل هذا كم سنة راح يعيش؟ مرض منتشر يعني في الغشاء البريتوني اللي في البطن ومنتشر في الكبد، كم سنة بيعيش؟ هذا الجملة اللي سمعها بكل أفلام، 6 أشهر. 6 أشهر؟ سنة؟ أوكي. فتحت بطنه، جيت بالليل فتحت بطنه وشلت له الورم وشلت له عينه من عينات الكبد اللي هي كان الاورام، وشلت له من الغشاء البريتوني ودزيناهم، طلعوا كلهم سرطان من نوع جدا حاد جدا خطير. بعد العمليه منفس الخروج موجود على الجنب، قلت له لازم تروح مركز اللي ما حد يحب يسمع اسمه، مسكين الريال ما قصر بنى مركز للسرطان حسين مكي جمعه، ولازم تاخذ كيماوي. فقال لي لا انا ما اقدر اخذ كيماوي ما راح اخذ. قلت له انت لازم تاخذ، كتبنا له كتاب وراح. بعد ما شفته كنا نسال عنه نحاول نوصل له لنعرف ايش صار عليه، لان لازم نسكر له فتحه الخروج حتى اجلك الله يخرج حاله حال الناس. يعني هالحكي متى؟ 2001. الله يذكره بالخير صديق عزيز سلطان المطيري، 2011 دق علي برمضان قبل العشر الاواخر، قال لي بروح افصل لشاديش، ايش رايك تجي معي على حسابي؟ قلت له يلا توكل على الله. هذه الطلعه الطيبه والله العظيم، هذه قبل الفطور على الساعة تقريبا يمكن 4:30 ذي مر علي رحنا. أنا بجيبها بقصة فعلا الحكاية ورواية هي. أنا صدمت يعني، هني آمنت بأن فعلا هناك عامل وايد مهم لازم نهتم فيه. وداني حق المقص الذهبي، الشباب كلهم يعرفون المقص الذهبي. ذا الشيء الحين صرت مضطر أقول جنسية هذا المريض، هو إيراني عامل يشتغل في الخياطة. دخلت انا ولا اشوف واحد يقول لي دكتور شلونك؟ هذا من شلون يعرفني؟ انت سوي عمليه حق انا؟ قلت له اي عمليه؟ كان يرفع لي بطنه، رفع قميصه، انا اعرف شغلي يعني ادل جرحي وشوف الجرح ماله مال الخروج، قال لي ترى مسكر. تذكرته 2001، احنا 2011 ما ادري 2012 كان، شلون عايش لليوم انت؟ تدري ايش قال لي؟ أنا قلت أكيد أخذ وايد على طول، كل يوم ناخذ كيماوي، يعني شكله شغال على الكيماوي من أروع ما يمكن. كان يقول لي ألا كفيلك،
والله واحد ابر كيماوي ما ياخذ. كان يقول انا يروح تهران، والله اذكر كلامه للحين، يقولون لازم كيماوي ما ياخذ، شلون عايش؟ فهذه تعلمت منها ترى الاعمار بيد الله، السرطان ما يموت. حلو 2012 انا دقيت على سليطين قلت له تعال امشي خروح حق هذا بفصل لك على حسابي. والله الحادثه هذه يعني غيرت مجرى وايد امور بحياتي. قلت له بروح المقص الذهبي عند كان اسمه شنو اصغر ما ادري شنو، دخلنا ما لقيناه، شفنا صاحبه قلت له هذا وين؟ كان يقول لي انت دكتور علي مو؟ اي. كان يقول لي هو موت. فانا بيني وبين نفسي قلت خلاص يعني استفحل فيه المرض 12 سنه يعني معقوله الحين بيعيش؟ كان يقول لي دكتور ما يموت من المرض، يطلع برا سياره ادعم. صعقنا يعني سلطان قلت له سالفه انصدم فعلا ترى هذه الامور تكهناتنا كثيره، لكن الامر اولا واخيرا بيد رب العباد. فهذه اعطتني حافز، غيرت وايد امور في حياتي الجراحيه مع مرضى السرطان. ترى السرطان ما يموت. مريض ثاني يراجع بالبنك عمره 70 سنه، صاحبنا قاعد هناك من عيال الدواس، قال لي صدق هذا صار له مده يراجعني وانا اشوفه صحته مو الكثر، ايش يا اخي روح اطردي وياي ما في شيء، كل يوم يروح لا ويسحب كاش بعد ما يتعامل كينت ما كينت، عطني 2000 عطني 3 ويشيل من جنطه ويطلع. يقول تالي سألت عنا ماية أثر هذا المسكين عمره 70 أو 75 طول عمره وزنه نازل لأنه عنده سرطان، يعني آخر 5 سنوات من عمره عنده سرطان، بس ما يدري لما قال للدكتور ترى فيك سرطان نفسيا انتكس أعطاك عمره. شغلتين إيمانك بالله وثقتك بأن رب العالمين أن هذا المرض أنت مو مسرع بسيارتك ودعمت وسويت حادث حتى تلوم نفسك تقول انا لو مو مسرع كان ما صار، لا 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 لا، هذا مرض اختبار الهي يبي يجربك. الحين انت القضيه اللي وايد مهمه في الامر، اليس هذا بعين الله؟ يعني الله ما قاعد يشوفك؟ الله بامكان اللي خلق الكون هذا كله بلحظه يروح منك المرض، لعله اختبار يا اخي. الدرس الثاني اذا نفسيتك تحت هي راح تموت. انا خسرت اخوي كذي، أخوي ما توفى من السرطان، أخوي مات من نفسيته اللي ذبحته لما حاش السرطان، مات من نفسية. بتقول لي شلون؟ شلون نفسية تذبح؟ ها سلامة عمرك تعالي عندك اليوم جرعة كيماوي. ما راح أتحمله، لا راح أموت، خل أموت أحسن لي، لا ماني ماخذه. ها نفسيتك ذبحتك ولا لا؟ لا عندك عملية باكر، باكر بيشيلون هذه، طالع لك ورم من الورم الأولي واصل للعظم، بيقصون هذا الجزء من العظم ويردون يوصلونه. لا ماني رايح. ما شنو بموت؟ يعني شنو ما اقدر امشي؟ اسبوعين زمان وبعدين الامور تتعدل وراح؟ لا ماني رايح. ها نسيتك ذبحتك ولا لا؟ وايد تاثر ما حد. وفي لعلمك هرمونات تطلع بالجسم لما البني ادم نسيته تكون تعبانه توصل للحضيض، تتغير تركيبه معينه في المناعه عنده يصير ضعيف. اذا دكتور انت يعني تاكد على فكره ان الفحص المبكر جدا راح يعني يحميك من يغير لك وايد امور مستقبلية. يغير لك وايد امور انت ما تتخيل. لما يجيك واحد عمره 50 سنه تسوي له منظار قولون طلعت عنده لحميه وطلعت سرطانيه، شلون يعني شيل القولون؟ لا لوين واصله؟ لا بس اللحميه باي باي خلاص، تعال بعد 5 سنين روح الله معك. وايد تفرق. احنا هذا الخوف اللي فينا من انه والله اخاف اروح، اخاف يقولون لي فيك شيء، خلي يطلع شيء اخلصك الحين تفتكين. انما تقعدين كذي تقعدين او انت تقعد بس انا ثقافه مجتمع. والله دكتور هي ثقافه يعني، هي مو اكثر من ثقافه. اذا ما سويت الفحص وما اكتشفته كنا بينتهي وروح. بالضبط ما يدرون ان اكتشاف المبكر علاج وحل وتنتهي راح يغنيك عن وايد امور بالمستقبل انت مجبور اصلا. بالضبط بارك الله فيك دكتور. لو سمحت سؤال، اذا مثلا تقول الفحص شنو تقصد بالفحص؟ مثلا واحد يبي يعرف شنو فيه، يعني من راسه لريول عفوا، شو يسوي؟ فحوصات الدم الشامله هذه ما تكشف عن الاورام السرطانيه. صح. حتى ما اكون تجاري واكون دقيق. فحص الدم الشامل ما تكشف عن الاورام السرطانيه، قد تساعد نوعا ما. شوفوا نسبه دمك نازله، يقولون ليش عنده نسبه الدم نازله؟ ممكن كذي يتم البحث. يشوفون وظائف الكبد مرتفعه، هذا ليش عنده وظائف الكبد؟
99% من الحالات من هذه التغيرات اللي بالدم سببها مو سرطان، شائعة عادية، يمكن السرطان 1-2% منها، لذلك ما هو شائع. لكن في احنا شلون اخترنا من اللي ندور له وش نسوي له؟ اكثرهم شيوعا، اكثر سرطان بالنساء شنو؟ تعالي بوصل عمره 40 سوي لنا الماموغرام خلصينا. بالرجال وقولون وصل عمرك 50 سنة سوي لنا منظار القولون، وصل عمرك 60 سنة سوي لنا البي اس اي مال سرطان البروستات. مو بس الثدي دكتور، صحيح انت ما راح تقدرين تتمكنين انك انت تدورين، مو معقوله بمسك كل مواطن وكل بني ادم يعيش على هالارض ودخل فحوصات اشعات مقطعيه ومناظير من فوق مكلف، وبعدين كم واحد بيطلع لك؟ صح يسبب، قالوا لي انا يسبب، مو يسبب، لا الاشعات اللي تنعطى حق المريض علشان نكشف عن شيء ترى جدا بسيطه، مو ما هي قويه يعني. فانت ما راح تقدرين، يعني مو معقول انت قاعده في البيت وتقولين انا شاب من الطوفه هذه ما تطيح، يعني بتروحين تبين شركه عشان تشيك على الطوفه يمكن تطيح ولا ما تطيح، لا انت تمشي بالشائع شنو انه الاشياء المتعارف عليها. طيب مطر انا تراني والله من هني بيدش ماي ولا لا، ما نمشي كذي، احنا نقول شنو اكثر شيوعا في الامراض السرطانيه، هذه الامراض السرطانيه اكثر شيوعا، هذا نوع من الكشف المبكر، واكو نوع ثاني من الكشف المبكر، وعدت الحبه برقبتي ليش مخليتها؟ طاف يوم، طاف شهر، طاف شهرين، قاعده تكبر. انا عندي مريض يعني، وللعلم من الاخر الشهاده لا تعني شيء، كونك دكتور، كونك قانوني، هذا الرجل دكتور ويدرس في جامعه الكويت وعلى مستوى عالي من الثقافه، يشوف ورم بويهه قاعد يكبر كل يوم، مو كل اسبوع، كل يوم، الى غايه ما صار عنده ويه ثاني يوم ويهه بعدين يعني. زين انت وينك هالمده؟ اخاف يحطون في ابره ويقولون لي فيك سرطان، وانا سامع ان الابر اللي ياخذون العينات تسوي سرطان وينتشر، من وين هالحكي؟ من وين؟ احنا وايد مجتمع يتاثر بالقيل والقال، فلان قال وعلان قال وعلان صار، ما يصير يا جماعه. هو في ناس يقولون لما يكتشفون في ورم لازم ياخذ اول شيء كيماوي عشان يقلص الحجم، صحيح حسب المرض ويحصره، صحيح كلام، وبعدين يشيلونه، هذا حسب المرض، حسب مرحله بسرعه يشيلونه وينتشر الفتشه والبطن او فتشه مستحيل، بس لان الكلام من وين جايبته انت؟ مصدر طبي؟ لا، فلانه قالت، علامه قالت، صار لي سنين اتعامل مع سرطان الثدي، قسما بالله ما شفت ولا حاله مثل الثانيه، سنين وتعامل مع سرطانات الغدة الدرقية ما شفت ولا حالة مثل الثانية بالآلاف، هذا عنده وهذا عنده، بس المرض مو نفسه، ممكن ألجأ لخطوة ألجأ فيها مع هذه ما لجأت فيها مع الثانية. مثال صغيرة وصل لك الرسالة، واحدة عمرها 32 سنة، واحدة عمرها 40 سنة صغيرة، طالع لها ورم بالثدي مثلا، هذا حجمه كبير، نية صغيرة ما ودي أشيل لها الثدي، في حل ثاني؟ في، أعطيها كيماوي قبل العملية حق شنو؟ عشان اظافره واسوي لي جرح صغير واشيله، لان لازم تعرفين لما يكون في ورم سرطاني في مكان ما في الجسم، مو كله سرطان ترى، ثلاث ارباع من برا التهاب حوالين السرطان، الجسم يحاربه ما يبي، فانت تروح وتذبح هذا الالتهاب تخليه يصغر 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 يطلع حجمه كبر حبه العدس، سوي له جرح صغير وشيله، ايش حقه يشيل الثدي. واحده ثانيه عمرها 70 سنه طالع لها نفس الحجم نفس الورم، ايش ماله هذه انا بعطيها كيماوي قبل العمليه، ايش بس ايش راح تستفيد؟ ما تستفيد شيء، هذه اشيل لها الثدي ليش؟ علشان ما اعطيها اشعاع بعد العمليه، لان اللي شلنا لها بس الورمه بروحها، الان النسيج اللي طلع الورم موجود اللي هو الثدي، لازم اعطي اشعاع. اوكي انا حافظ لك على الثدي بس مجبور اطق هذا الثدي اشعاع. فعلشان كذي تلاقين علاجات مختلفه مو نفس الشيء. أنا ودي أترك الحديث حق دكتور، بس بعد إذنك أنا بقول لكم شغلة، أنا أتفاجأ طبعا أن أنا لقيتك عقب 12 سنة يا عزيز غالي، أنت سبب أنك يمكن أنقذت حياتي. حياتك أنت؟ حياتي أنا ما أذكر، أنا متفاجأ أنه موجود، وكنت أدورك ترى، كنت مستشفى مبارك ب 2008 دكتور، للحين في مبارك، للحين في مبارك. أنا كان فيني سرطان اكتشفوه ب 2008. سرطان شنو؟ بالحوك، وانت كنت اشرفت عليه، شفتك يمكن مره او مرتين بس سمعت عنك شنو سويت وانا قبل لا اسافر.
أنا فيني طبيعي أتذكر كل مرضاي من 25 سنة. أنت كنت في الجناح الثاني أو الثالث؟ الجناح الثاني. عدل؟ كانت غرفتك كنت السرير اليم الدريشة. أيوة. صح؟ كنت أضعف من سيدي بايو. أيوة. أضعف من. الحين أنا تأكدت إنك كنت تعرفه دكتور. مدحت مختار كان يعالجك. مدحت مختار أنت. وكانوا معاضين على لجنتك بدون أنا. أنا ما دريت إلا أنا رحت أمريكا. أنا تم اكتشاف السرطان بالصدفة أذكر. انا ادعو قاعد ادور ايش ما الاقي طب اللي عمري انا قاعد اطالع الاسم مو غريب علي بس قاعد اشيك على المسجات مال الجمعيه ولا علي سيد انا قاعد ادورك من لان انا ادري شنو صار في مشكله انا تم اكتشاف انه في سرطان بالحوض 2008 وبالصدفه وصار في مشاكل بداخل المستشفى والامور هذه استدعوا الدكتور مع الدكتور مختار ما ادري عايش هم نادوني قالوا لي احنا ما نعرف نسوي فيه أيه. هو شلون وضعه كذي 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 قلت لهم زين يعني هو شكله انتم ولد تعبان وابوه حاتي واهله يحاتونه اتذكر كان في ما اتذكر التفاصيل لا انا اقول لك التفاصيل بس كان الورم في مكان مو حلو صح واثر لحد الان للحين لحد الان لكن الحمد لله على كل حال طبعا الدكتور اكتشف الورم اللي كان موجود كان ثمانية 9 سنتي حجمه ولأنه جراح قال ما راح نجيسه صح بلد. قال ما راح اجيسه الولد كان صغير قلت صغير كان عامل العمر وايد مهم لازم يروح برا وبنفسه هو من غير لا اعرف يمكن ثاني مره بحياتي اشوفه ثاني مره بحياتي اشوفه بنفسك قلت راح ادور لك مستشفى بامريكا ولقيت لي مستشفى ماساتشوستس بس عدل ذكرتك انا ولقيت الموضوع دائما البني ادم انا بنفسي اذا شعرت ان المريض هذا في له شيء برا احسن من عندي يطير يطير الله بسم هذا اللي صار لو الوزاره كلها توقف وهذا اللي صار انا بعدين قالوا لي حسيت حصل برا احسن من اللي موجود عندي اطير انا قالوا لي الدكتور قاعد يحارب باللجنه عشان لانه مو راضي يودوني وانا ما ادري ولا كلمت احد الله دز لي ولا يمكن ثاني مره اشوف حياتي انا يمكن انا ترى متفاجئ والله العظيم والحمد لله على كل حال جزاك الله خير لا لا عرفت هذا اللي جبته طول لي عمرك تبارك الرحمن طول لي عمرك جزاك الله خير وما قصرت عزيز وغالي اي والله انا خالد يعني لا طول لي عمرك والله طول لي عمرك انت اللي خذتني بعد عمرك بعد عمرك اي والله بيض الله وجهك انا تواجد ترى قاعد اطالع انا بنسمع منك طال عمرك جزاك الله خير وما قصرت والله الحمد لله هذا رحت خذيت علاجي والله ورد انا تحوش لا كله كيماوي كله كيماوي وعلى قولتك طاح الشعر ورد مره ثانيه والحمد لله زينك شوفوا اي مبين كتكت الحمد لله على كل حال جزاك الله خير دكتور الله يعافيك بس بعدين نبي ناخذ منك طريقه الوقايه مو بس الفحص في قالوا في نوع الرياضه وقالوا نوع انواع الاكل هل هذا صحيح؟ صحيح إيه؟ مو انا اللي اقوله الله سبحانه يقول فيه لا يعني انا ما ادري بس حبيت يعني اقرا التفاسير فيه فلينظر الانسان الى طعامه صح احنا ايش قاعدين ناكل؟ اي صح عن جد والله ايش قاعده تاكلين انت؟ شو تسوين؟ شو تقطع عمرك؟ انا متشوق اسمع لك انا ان شاء الله راح تسمع اول شيء مساكم الله بالخير ويعطيكم العافيه على هالدعوه أعرفكم على نفسي حنان خالدي ناشطة اجتماعية لمرض السرطان نعم طبعا صوت شوي تعبان بدايتي مع مرض السرطان كانت بسنة 2012 كان توني عمري بداية الثلاثينات السرطان دائما احنا نسمع مثل ما قلت دكتور من الأربعين المرة تفحص لي فوق ودائما احنا دائما هم على حج الناس إن إذا كنتي أم مرضعة ما راح يحوشك هالمرض. الحمد لله عندي ثلاثة أطفال رضعتهم فترة 6 شهور كل واحد فيهم. فدائما نقول هالمرض ما راح يحوشنا إحنا البنات الأمهات اللي مرضعين الأطفال. سنة 2012 اكتشفت بدايتي مع المرض كانت حسيت بتغيير بشكل ثدي ما اهتميت بالموضوع. أنا أم مرضعة ما راح يحوشني هذا المرض كان دائما حاطة بالي إن أنا هالمرض بعيد عني مو بالي هالمرض اكتشفته رحت الطبيب طبعا الدكتورة بنفس الوقت خذتني من مكاني لغرفة السونار
من شافت التغيير غرفة السونار. غرفة السونار هني سووا سونار ما بين عندهم إن في شيء بالسونار، مو بين ولا شيء. قال لي هذا التغيير أكيد في شيء. طلبت مني رنين مغناطيسي إني أسوي. الرنين المغناطيسي تبين إن شنو في جسم غريب. إني اضطروا إن يحولون حق مستشفى مبارك يأخذون مني خزعة من الورم نفسه. طبعاً الخزعة كانت شوي مؤلمة مع التخدير الموضعي، بس الحمد لله مشكلتي أنا بالإنجليزي مو وايد. خذت الورقة وأنا رايحة حق مستشفى الأحمدي وأطلع الترانزليشن المترجم ويبين إنه معرض للسرطان. هني تضايقت، بكيت شوي وأنا رايحة حق الدكتور وقلت الحمد لله على كل حال، اللي الله كاتبه بيصير. في معلومة، أنا ريلي توفى من السرطان بالدم، فمن اسمه سرطان توقعت إني خلاص أنا حياتي راح تنتهي وإني أم أطفال وعيالي راح يفقدون أمهم وأبوهم فاقدين من السرطان. قلت اللي الله كاتبه بيصير، إذا الله كاتب لي عمر بتم بحياتي وربي عيالي. دقيت على أبوي قلت له يبا ترى الموضوع كيت كيت كيت، ان انا الدكتور قال لي انت لا سمح الله فيك ورم سرطاني، بس احنا مو متاكدين. طبعا ما صدمني سيدي ان احنا مو متاكدين، لان بنحولك مستشفى مكي جمعه عشان ياخذون خزعه من الورم هذا، يكون غير الخزعه الاولى اللي اخذوها عشان يتاكدون اكثر. رحت حق الدكتور مال التحاليل، كان يقول لي الدكتور موعدك في الاسبوع الجاي مو هالاسبوع. قلت ليش دكتور ما شنو؟ أنا متضايقة، أنا يعني توني أدري إن فيني، هذا ما أدري أنا فيني ولا ما فيني. سبحان الله تجدم الموعد، قال أنت يومين عندي، ورحت صار كان ساهل من رب العالمين، قد أخذ عمل الورم. رحت العمرة ريحت نفسي شوي، ومعي كانت خالتي ما تدري إن أنا شنو فيني. كنت أقولهم خلوني وروحوا أنتم. طبعا ما قلت حق احد اني انا مريضه سرطان الا امي وابوي، بس لما خذيت اول جرعه كيماوي هني يلا قلت لهم انا خذيت الجرعه، قلت لهم انا ترى مريضه سرطان بالثدي. الحمد لله كانت اول جرعه كيماوي كانت اول يوم رمضان. طبعا الاجراءات اللي كانت اللي مشيت فيها، اول شيء قال لي دشيت على دكتوره نوها الصالح، كل الأمور كانت سبحان الله تساهي من رب العالمين إن الله يحط لي نفس الوقت الدكاترة اللي راح يعالجوني. دكتورة نص صالح شافت اكتشفت إن في ورم ثاني بالفحص اليدوي، قالت لي حنان عندك ورمين مو ورم واحد، الورم الثاني حجمه 9 سنتي، يعني حجمه كبير. قلت لها أوكي شنو الحل؟ كانت تقول لي راح نبلش معك إجراءات التالية اللي هو تبلشين علاج كيماوي وبعدها راح يتم استئصال الثدي وبعدها راح تاخذين علاج اشعاعي. قلت لها اوكي اهم شيء اني اكون بصحه وعافيه واني اتخطى هالمرحله. طبعا احنا دائما حاطين فكره ببالنا ان الكيماوي من ناخذه خلاص احنا بالفراش ما نتحرك ما نمشي، ان الكيماوي خلاص يحرق. لما الانسان يجربه يشوف شيء ثاني غير الحكي اللي يعني اللي نسمع يقول خلاص هذا راح يطيح بالفراش. بلشت علاج كيماوي، الله سخر لي الحريم المريضات هم بالمستشفى نفسه، كل واحدة تقولي لا فترة وتعدي، كل واحدة تقولي أخذي العلاج الفلاني، أخذي الأكل الصحي هذا، لا تتخلين عنه. العلاج الكيماوي هو دواء بالوريد، صدق إنه يحرق العروق شوي، بس مو مثل اللي ما إحنا حاطينه ببالنا. خلصت جلسات العلاج الكيماوي كانت 8 جلسات مدة 6 شهور. طبعا طاح الشعر، تعبت، مريت بفترات حرارة تكون مرتفعة عندي، تكون أحيانا جسمي إنه خلاص يكون شوي تعبان مرهقة. هذه الأمور ما همتني كثر ما أنا أبهتم إني أتشافى وأتعافى. بعد فترة العلاج الكيماوي خذيت تم استئصال الثدي كامل. طبعا اضطريت اني اخذ اشعاعي عشان اقتل الخلايا لا سمح الله اذا كانت موجوده. الحمد لله خلصنا من العلاج الاشعاعي، مشيت على حبوب، ها
هرمونية وعلى إبرة في البطن أخذها. بعدها بأربع سنوات اكتشفت أني أنا مريضة مرة ثانية سرطان الثدي بجهة اليمين، بس تضايقت أكثر من المرة الأولى. قلت استغفر الله يا ربي، هالمرة لا، يعني مريضة خلاص. طبعاً إحنا كون إن عندنا جدول مرضي لازم كل سنة نسوي فحص شامل. الفحص الشامل هذا يكون بالثدي، يكون في البطن والكلى والكبد، هذا لازم كل سنة أتشيك فيه. مع التشيك بعد أربع سنوات اكتشفت بداية ورم 1 سنتي. 1 سنتي هذا قال لي الدكتور لازم نشيلك إياها وبعدين بنشيل علاج كيماوي ويمكن ما تاخذين. من سويت العملية 1 سنتي تم استئصاله، بس اضطروا إنه يودون المختبر يشوفون إنه أخذ العلاج ولا لا. كان يقول الدكتور لازم تأخذين علاج كيماوي لأن الورم اللي فيك هذا هرموني ولازم نعالجه مرة ثانية بالكيماوي. بس الحلو إنه شنو اكتشفت مبكر إن فترة العلاج صارت أقل من الفترة الأولى. الدواء اللي خذيته الحين مو نفس الدواء اللي أول. كانت فترة علاجي 2.5 شهر، كانت 4 جلسات. الحمد لله خلصتهم. صدق إن تعبت شوي فيها وطاح الشعر وطاح الحواجب، بس هذا كله ما همني. بعدها خذيت الإشعاعي، بس الحمد لله إني ما فقدت يعني عضو من جسمي، مو نفس المرة الأولى. طبعاً إحنا الحريم دوايد نهتم بالشغلة هذه، إن ثاني مرة وفقدت شيء من جسمي. الحمد لله الكويت كل شيء متطور فيها. سويت ترميم ثدي، كان مستشفى الباطين وما شاء الله كان طبيعي. اضطروا إنه يأخذون من بطني عشان يكون الجلد، لأن أنا حتى الجلد ما كان موجود. أنا كان علاجي كله بالكويت، ما تسافرت برا، لأن دائما مثل ما قال الدكتور النفسية، أنا كانت نفسيتي أهم شيء، عيالي قدام عيني، وفترة مدارس ما أبي أخليهم وأمشي ولا تتعب نفسيتهم. فكانت نفسية الإنسان هي الدافع، وهو أول شيء إيمانه بالله يكون قوي. دام الواحد الشخص إيمانه بالله قوي، خلاص هو كل يقدر يتحدى كل شيء. ودائما نقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إحنا مرينا من فترة المرض هذا ما ندري شنو الخير بعد المرض هذا، والحمد لله وفضل رب العالمين إن الله عطانا عمر جديد وعطانا حياة جديدة إني أشوفكم فيها والتقي وأتكلم عن قصتي وتجربتي مع المرض. يعطيكم العافية. مساكم الله بالخير جميعا. الاخوان يعني الدكتور مع البطلة حرام خالدي يعني اثرونا ثراء جميل وما خلونا شيء نتكلم فيه، الله يعطيكم العافية. الاخوان في جمعية المحامين تمردوا تمرد جميل وطلعوا عن المحاماة وطلعوا على القوانين وعطونا حملة صحية. الحملة هذه يعني ان شاء الله تكون مثمرة وان شاء الله تكون جميلة، وبلا تأكيد انها جميلة وراح تأثر ان شاء الله علينا وعلى افراد المجتمع كله بشكل عام. انا راح اتكلم عن شغلتين. الشغلة الأولى راح أتكلم إن أنا كوني رئيس فريق الخطوة الأولى التطوعي لغاية من الأمراض، راح أتكلم عن فريق شوية وراح أتكلم عن تجارب أو عن شغلات شخصية حصلت معي. أعطيكم تعريف بسيط عن الفريق. الفريق هذا فريق تطوعي بحت، يعني خالص ما في شيء أعمال تجارية أو استثمارية أو استغلالية حتى. الفريق هذا تأسس عام 2014 وسجل في وزارة الشؤون عام 2015 بعد ما وزارة الشؤون والحكومة نظمت العمل التطوعي، وما زال مقيد في وزارة الشؤون كفريق رسمي. الفريق مختص في الوقاية من الأمراض، الوقاية بشكل عام، يعني أمراض الضغط، أمراض السكر، أمراض السرطان، أمراض العظام، الأمراض كلها بشكل عام. يعني احنا عندنا حملات وعندنا ورش وعندنا فعاليات وعندنا محاضرات قمناها وايد الحمد لله ربي، ما على قولتهم ما يسعنا الوقت ان احنا نذكرها، وراح اذكر جزء من عندها. عندنا بعد تعاون مع جهات رسميه وجهات اهليه وجهات خاصه. عندنا مثلا راح اقول لكم على شغلات بسيطه، عندنا حملات، يعني مثلا حمله اسمها انقص وزنك، هذه نقيمها في رمضان المبارك، ناخذ اوزان الناس نسجلهم عندنا، وفي تمرين يوميين في رمضان للرجال على صوب والنساء على صوب بالتعاون مع الهيئه العامه للرياضه، ناخذ اوزانهم. وكل سنه قاعد يشاركون عندنا ما يقارب 700 800 900 شخص. اللي قاعد ينزل أوزانهم
بحدود 200 150 300 قاعد نكرمهم في نهايه الحفل في نهايه الحمله بعد العيد ان شاء الله. هذه اربع سنوات، السنه الرابعه هذه راح نسويها ان شاء الله يا رب. عندنا بعد نفس البرنامج بس نطبقه في ديسكفري مون حق الاطفال، اسمه انقص وزنك للبراهم، للسنه الثالثه راح نطبقها السنه هذه. عندنا بعد في فعاليه اسمها اخسر وزن، هذه نطبقها مع اخواننا المعاقين، طبقناها لمده سنتين متتاليتين، وانتم عارفين اخواننا المعاقين يعني صعب النزول معاهم الوزن. بس الحمد لله يعني استطعنا في احدى الحمله الاولى، احنا اليوم يعني عندنا اسبوع الجاي ختام الحمله الثانيه ما طلعنا نتائج. الحمله الاولى اشترك عندنا 105 معاق اللي نزل وزنهم نزل فعلي 45 معاق. عندنا بعد في حمله، طبعا عندنا محاضرات في تعاون مع وزاره التربيه، احنا مركزين وايد على موضوع السمنه بما ان احنا في الكويت المركز الثاني على مستوى العالم في السمنه، هذا طبعا مؤشر خطير جدا. احنا ركزنا على السمنه في المدارس لان انتم عارفين الصغار هم النشء وهم الاهتمام الاكبر لهم في المستقبل، عشان وايد ركزنا على السمنه في المدارس، عندنا محاضرات وايد غمناها. عندنا برامج وايد، برامج سنويه وبرامج غير سنويه. عندنا في حمله في شهر 10 بريست كانسر سرطان الثدي، هذه الحمله اسمها بالفحص المبكر ننتصر. هذه الحمله نقيم فيها عده فعاليات محاضرات عن سرطان الثدي في الجامعات في المدارس في الشركات الاهليه في القطاع العام القطاع الخاص في الجهات الحكوميه. من ضمن هذه الحمله احنا قاعدين نكرم ناجيات السرطان. الحمله الاولى كرمنا الناجيات، كرمنا تقريبا 25 ناجيه. الحمله الثانيه شوي طلعنا كرمنا تقريبا هم بعد 25 ناجيه، مع خلينا كل واحده تختار اكثر واحد من اهلها وقف معاها، بما ان عامل النفسي انتم عارفين وايد مساعد حق الامراض بشكل عام ومرضى السرطان بشكل خاص. اللي اختارت اختها، اللي اختارت زوجها، اللي اختارت اخوها، اللي اختارت امها، اللي اختارت ابوها. العام كان عندنا تكريم بعد نفس الشيء، اخترنا ان كل وحده تختار من الناجيات، كرمنا 30 ناجيه، كل وحده تختار منو اكثر صديقه وقفت معاها، بما ان عامل يعني الصديق دائما مهم والصديق دائما مؤثر. اخترنا السنه الجايه اذا الله سبحانه وتعالى اعطانا واعطاكم عمر ان شاء الله راح نكرم 30 ناجيه، وراح نختار هالمره راح نختار منو اكثر واحد في الهيئه التمريضيه وقف معاها، بما ان احنا ما راح ننسى اخواننا الدكاتره يعني بالدور اللي يقومون فيه ان شاء الله. راح اتكلم عن تجربتي الشخصيه انا عن مرض السرطان، ما احنا اليوم نتكلم عن مرض السرطان. انا يعني اسست الفريق او كنت من ضمن المؤسسين الفريق، والسبب هو مرض السرطان. راح تقولوا لي شلون. انا شخصيا فقدت ابوي الله يرحمه في مرض السرطان، سرطان الرئه، فقدت اختي الله يرحمها في سرطان الثدي، فقدت زوجتي الله يرحمها في سرطان الثدي، فقدت خدامه عندي بعد في سرطان الثدي اعتقد. العامل النفسي يمكن الدكتور وايد تكلم عنه، بذكر لكم يمكن شغلتين عشان يقول لكم شنو العامل النفسي، شنو راح يأثر على الإنسان نفسه. اختي الله يرحمها لما توفى أبوي 2006 وايد كانت متعلقة في أبوي، زين. لما توفى أبوي بعد وفاة أبوي بست شهور اكتشفنا أن عندها سرطان الثدي. هي كانت من النوع اللي مهمل شوية، يعني روحي الدكتور، روحي الطبيب، لا ما في شيء، لا ما الدكاتره ما عندهم شيء، كلام فاضي، ما اعرف ايش بيعطوني علاج بيعطوني. لما طاحت علينا ورحنا وديناها المستشفى واكتشفوا ان عندها سرطان الثدي، الدكتور شنو قال لنا؟ قال لي شخصيا شنو عندها قبل 5-6 شهور شنو صاير عندكم؟ قلت له ما في شيء. شيء يقول له عيد لي الشريط، شنو صاير عندكم في البيت؟ قلت له وفاه الوالد الله يرحمه قبل حوالي 5 شهور. كان يقول لي المرض هذا عندها من 5 سنوات، واللي خلال 5-6 شهور مشى بسرعه رهيبه، يعني بسرعه مو طبيعيه. قال لي العامل النفسي، لان هي تاثرت فعلا، كانت من اكثر المتاثرين في اخواني اخواتي يعني في وفاه الوالد الله يرحمه. يعني شلون كان تاثر المرض، شلون مشى، يقول انتشر يعني خلال 5 سنوات ما مشى كثر هالست شهور او 5 شهور اللي طافوا. يقول لي هذا كله عامل نفسي يعني. هذه حادثه. الحادثه الثانيه، انا كنت في فرنسا مع ابوي الله يرحمه، وانا دائما اذكرها هذه على المنصه على الستيج. فاحنا كان الوالد الله يرحمه يعني قاعد ياخذ علاج تلطيفي حق القصبه الهوائيه، قال الدكتور عشان الوقايه لا يصير، لانه مدخن الله يرحمه. فاحنا رايحين، انتم عارفين هناك الاجانب شوي منظمين اكثر من عندنا. فالوالد ريال كبير ما كان يلبس بنطلون والسوالف هذه، زاشه وشربه فرنسا باريس، زاشه وشربه. فاحنا داخلين المستشفى ولا واحده من الخوات، وانتم عارفين احنا العرب اذا برا في اوروبا لما نشوف بعض شوي نحن على بعض وايد زياده. فشافتنا
جت لنا سلمت علينا قلت لها بس اعطيني مجال بس 5 دقائق ادخل والد جلسه داخل القاعه مالت الكيماوي او الشغله اطلع انا لان ما يصير ادش معاه عشان تقول لي اوكي دخلت جت سولفت معي هي وزوجها دخلت الوالد ورديت ها هسه ما شاء الله قلت له والله الوالد كذي وكذي في سرطان الرئه وعلى كلام الدكتور ان المرض منتشر ولكن احنا هنا نسوي اللي علينا نحاول الله سبحانه وتعالى يعني يكتب لنا شباب قلت له انت ايش فيك؟ كان تقول والله انا عندي ورم في الراس والحمد لله تشافيت واليوم اخر جلسه لي وبعد اسبوعين راح ارد مصر يعني الحمد لله ما في شيء. فقالت لي يعني انت منو قال لك ان الوالد كذي؟ قلت له والله كلام الدكاتره يعني في الكويت وكلام الدكاتره هني ولكن احنا قاعد نسعى نحاول نسوي اللي علينا والباقي عند الله سبحانه وتعالى، الاعمار وكل شيء عند الله سبحانه وتعالى. قالت لي شوف انا خالتي هي تقول انا خالتي صار فيها مرض تقول يعني المرض هذا صار فيها مادة في الراس او شغله ما اذكرها. تقول الدكتور قال لها هذه بعد 6-7 شهور 6-7 شهور سنة الله سبحانه وتعالى بياخذ معناتها. طبعا الدكتور تكلم طبيا الأعمار عند الله سبحانه وتعالى. تقول توفت بعد 23 سنة. تقول الدكتور نفسه توفى قبلها اللي قال لها راحت. يا جماعة الأعمار عند الله سبحانه وتعالى. العامل النفسي أنا مو دكتور ولكن العامل النفسي وايد مهم وايد مهم. أنا أقول لكم على مثال بسيط إن شاء الله. العامل النفسي انت لو تروح سهران او نايم لك ساعتين وتروح الدوام تقعد الصبح معفوس مالك خلق، لكن انت لو نفس الشغله تنام لك ساعتين وتروح المطار تسافر ما ادري بس ما وصل ذهني. فهو عامل نفسي لا يعني العامل النفسي جدا مؤثر. الله يعطيكم العافيه، شكر للاخوان في جمعيه المحامين، شكر للاستاذ بشرى، شكر للاستاذ احمد بشهري، قواكم الله والله يعطيكم العافيه. واحنا كفريق تطوعي احنا تحت خدمتكم ومعاكم متى ما بغيتونا احنا موجودين معاكم نعين ونعاون. بارك الله فيك. اشكر دكتور ما قصرت، ادري ان عندك عياده وعندك عمليات واول ما بلغت الدكتور ان عندنا ندوه صراحه على طول وافق ما قال لي لا ولا يعني عقد الامور ولا شيء ما قصرت ان شاء الله. يعطيك العافيه. مشكورين. الله يسلمك. سامحنا عليك صوت. لا ما انت مداكم سويت. الله يسلمك. مشكوره ما قصرتي. ثانية واحدة. تمام. استاذ يا جماعة انا بعد تبي تهديك شيء قانوني. لا. يا هي هي هي. اي عشان تعرف ان احنا شنو نتشارك. مشكورة. ان شاء الله. هذا قانون. آخر مرة. الله يحفظك، مشكورة ما قصرتي ما قصرتي. أنا والله عاجز عن الشكر. الله يسلمك. ما أعرف شو بس. يعني إحنا بعد سامحنا على القصور المتضيق وكان ودنا يعني يكون في انتشار أكثر للندوة بس إحنا لأن الوقت شوية ضايجنا. والمركز الثقافي اساسا عندنا فعاليات الفترة المسائية إذا تشاركونا بعد عندنا. إي أنا بس ودي يعني اسلم على هالبطله. نعم كثير ما شاء الله فعلا 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 يعني شيء عجيب اللي سويتيه فعلا تستحقي الصفقه. اي والله انت فعلا بطله انت فعلا بطله. هو عموما الواحد اذا مر بتجربه صعبه انت فعلا بطله. الله يوفقك. الله يسلمك. تسلم. واخوي بدي صراحه قلت كلام يعني اروع منه ما يعني انت فعلا قلت قصص فعلا هي يعني هي الرساله لازم توصل حق الناس. الواقع تدار احنا مشكلتنا. الله يحفظك. احنا مشكلتنا لما نطيح في الجرح يلا ندوب. يلا ندوب. طايح شوي. مشكور. استاذ بدر حياك الله تفضل. بس هذا درع خاص منه. بعد عمري عندي هنا لا والله.